السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين وبصحة وعافية يا رب. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض كيكة البرتقال بطريقة بسيطة جدا جدا وبمكونات موجودة في كل بيت. البرتقال دلوقتي موجود ومتوفر وطعمه حلو قوي. هنعملها بطريقة سهلة، يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. وزي ما انتوا شايفين ارتفاعها ما شاء الله حلو قوي، وكمان طعمها وريحتها كانوا قلبين الدنيا. وزي ما احنا شايفين مع بعض قد ايه هشة وخفيفة جدا. هنعملها بطريقة سهلة جدا جدا. حطي بقى لايك، ولو لسه ما اشتركتيش في القناة انزلي اعملي اشتراك وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي بتنزل على القناة اول باول. هنسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى ونشوف المقادير هتكون عبارة عن ايه. عندي هنا 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، وكمان عندي 1.5 كوباية من السكر، معلقة صغيرة من الفانيليا، عندي هنا 1 كوباية زيت على زبدة نص ونص، انا مستخدمة زيت ذرة ومستخدمة زبدة فرن، عندي كمان 2.5 كوباية من الدقيق، ومعلقة كبيرة من بشر البرتقال، 1 كوباية من عصير البرتقال، باكو من الكيك شيف بيديني نتيجة حلوة قوي، ومعلقة كبيرة من الخل عشان تضيع زفارة البيض نهائي. حطي لايك ويلا بينا نشوف هنعمل الكيك ازاي مع بعض عشان يكون مرتفع زي ما شفنا مع بعض في اول الفيديو، وهش ويكون لونه فاتح كده. هنبتدي نسمي الله ونحط في العجان بتاعنا البيض بالشكل ده. لو ما عندكيش عجان ممكن تستخدمي مضرب البيض، ممكن تستخدمي الخلاط، ممكن تستخدمي المضرب اليدوي بتاع البيض العادي جدا، ما فيش حاجة هتوقفك. يعني حطيت طبعا بقى البيض الاول وعليه الفانيليا، وبعد كده نزلت بمعلقة مليانة من الخل. طبعا كل ده بيضيع زفارة البيض. عندك الفانيليا والخل وبشر البرتقال، كل ده بيضيع زفارة البيض. هبتدي بقى ان انا اشغل المضرب بتاعي بالشكل ده عشان يضرب البيض والخل والفانيليا مع بعض. بسرع المضرب يعني واحدة واحدة كده زي ما احنا شايفين مع بعض، وبعد كده هنضيف السكر. حطينا 1.5 كوباية من السكر عشان يخلي لون الكيك فاتح زي ما شفنا في اول الفيديو كده مع بعض. خليكي حريصة جدا جدا على ان السكر يكون ابيض كده وحبيباته صغيرة، بلاش سكر التموين في اي كيك ابدا، يعني بيدي نتيجة وحشة جدا جدا والله. انا جربته قبل كده ومن يوميها ما جربتهوش، بيغمق لون الكيك جدا، ما بيدينيش النتيجة دي خالص. وكمان زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي لما بحطه على البيض وبفضل اضرب كتير كتير كده بيديني نتيجة روعة جدا، كأنه سكر بودر او كأني مثلا بعمل كيك اسفنجي. بنضرب كويس السكر مع البيض مع الفانيليا مع الخل، بيديني قوام تقيل كده وكريمي، وبيبقى لونه فاتح زي ما احنا شايفين مع بعض كده دلوقتي. هوريكو برضو القوام بتاعه بيكون عامل ازاي. امشي بالخطوات دي بالظبط كده، هو اعملي كل الخطوات اللي بقول عليها ديت، هيطلع معاكي الكيك ممتاز جدا جدا ومش هتفشلي فيه ابدا. حتى لو انتي لسه بنوتة صغيرة ومبتدئة لسه بتجربي في المطبخ هيطلع معاكي ناجح وهش وطري قوي كده، وريحته هتقلب الشقة كلها. واحنا شغالين بقى كده نصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام، وكل سنة وانتم طيبين. بمناسبة الايام المفترجة اللي احنا فيها وداخلين على الشهر الفضيل، كل سنة وانتم طيبين، ربنا يديم علينا وعليكم الايام الجميلة دي يا رب. شايفة بقى الخليط تقل ازاي وبقى قوامه كريمي خالص وناعم كده وتقل معايا
لما توصلي للدرجة دي خلاص بقى هتبتدي ان انتي تضيفي كل المكونات السائلة اللي عندك التانية. نزلت بقى كده بعصير البرتقال، وبعد كده نزلت بكوباية الزيت على زبدة، انا حاطة نص كوباية زيت ونص كوباية زبدة، الزيت زيت ذرة والزبدة زبدة فرن. برضو ملحوظة، الزيت بلاش يا جماعة برضو نستخدم زيت التموين نهائي في اي كيك او اي معجنات، بيدي نتيجة وحشة جدا جدا. انا بقول لكم الحاجات اللي تتخطوها عشان الكيك يطلع معاكو ناجح ويطلع هش وقلبه ابيض كده ومرتفع وحلو، اعملوا الخطوات دي كلها وان شاء الله هيطلع معاكو ناجح من اول مرة. حطيت بقى الكوبايتين ونص من الدقيق، والدقيق ده انا نخلاه، وحطيت عليه باكو كامل من الكيك شيف، بيديني نتيجة حلوة جدا جدا احسن من البيكنج باودر، وحطيت ذرة ملح بسيطة كده يعني لا تسكر. وهبتدي ان انا اشغل المضرب بتاعي على على درجة هادية كده الاول عشان ما يبوظش الدنيا والدقيق كده يعفر في المطبخ، وبعد كده لما الحاجة اختلطت مع بعضها والمكونات كلها اختلطت زودت السرعة عشان كل حاجة تختلط مع بعضها، واحس كده ان هو اتملى هوا من جوه عشان يبقى الكيك بتاعي هش. شايفين القوام بتاعه عامل ازاي؟ طبعا بقى في الوقت ده من اول ما ابتديت اعمل الكيك وانا مشغلة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180 وسايباه يسخن عبال ما اخلص خلط المكونات مع بعض واحط الخليط دوت في الصينية عشان الفرن يكون سخن ويديني برضو نتيجة تسوية كويسة وممتازة جدا للكيك بتاعنا. انا قلبته بالسباتيولا كده بالشكل اللي انتوا شفتوه ده عشان اطمن واتاكد ان كل حاجه اتخلطت مع بعضها كويس وان مفيش دقيق في ارضيه العجان بتاعي كده. تمام قوي الخليط كده، تمام قوي وانا راضيه عنه، يعني ريحته مش قادره اوصف لكم كانت عامله ازاي، كانت حلوه قوي وريحه البرتقال طالعه كده وبشر البرتقال كمان بيدي نتيجه هايله جدا جدا. جبت بقى الصينية بتاعتي، وبالمناسبة عايزة اقول لكم ان اي كيك تعملوه خليكوا حريصين ان انتوا تعملوه في صواني الومنيوم، تسوية الكيك في الصينية الالومنيوم بتبقى نتيجتها روعة جدا جدا عن اي صواني تانية من اللي هي التيفال سيراميك الجرانيت، بتبقى نتيجتها حلوة قوي. الالومنيوم بيوزع الحرارة كويس يعني وبيسوي تسوية حلوة قوي. جبت بقى حتة زبدة ودهنت كويس جدا الصينية بتاعتي بالزبدة والجوانب بتاعتها كده كويس، وبعد كده نزلت بخليط الكيك بتاعي في الصينية، نديها بقى كده خبطتين كده عشان تطلع كل الهواء اللي فيها وما يبقاش فيها فراغات لما نيجي نقطعها وشكلها يبقى مش لذيذ. حطيتها بقى في رف اوسط على درجة حرارة 180، قعدت معايا 45 دقيقة، وبعد كده خرجتها. طبعا قبل ما اخرجها اختبرتها بالخلة من النص كده، حطيتها في النص طلعت نظيفة وتمام. خلاص قفلت الفرن وسبتها بقى في الفرن تاخد درجة الحرارة بتاعة الفرن و10 دقايق كده، وبعد كده طلعتها ووريتها لكم. زي ما انتم شايفين ارتفعت كده كويس قوي وريحتها كانت حلوة قوي قوي، هشة وطرية قوي وطعمها كان رهيب جدا ومغذية كمان جدا للأطفال، شكلها كان حلو قوي وطعمها وريحتها، جربوها مش هتندموا خالص. مقاديرها موجودة اكيد في كل بيت، البرتقال متوفر جدا دلوقتي وكلنا بنحب كيكة البرتقال مفيش اختلاف عليها، يعني تنفع بقى فطور، تنفع عشاء، تنفع في اللانش بوكس للأطفال كده في الحضانة أو المدرسة، وولادنا بيحبوا الحاجات الحلوة ديت قوي، ففرصة ان احنا نعمل حاجة مغذية كده ليهم هيحبوها قوي ولادك.
هنقطعها بقى مع بعض بعد ما طلعتها من الفرن وسبتها تهدى شوية خالص كده. هنقطعها مع بعض ونشوفها من جوه عاملة ازاي. إيه لونها؟ فاتح هشة. إيه ارتفاعها؟ ما شاء الله حلو جدا جدا. إيه ريحتها كانت جميلة وطعمها كان احلى. جربوها بنفس التكات اللي احنا قلنا عليها مع بعض وبنفس المقادير كده بالظبط، هتعجبكم جدا جدا. المادة الدهنية تقدروا تحطوا كوباية كاملة من الزيت او كوباية كاملة من الزبدة زي ما يعجبكم، عادي جدا براحتكم. ايه زي ما احنا شايفين ارتفاعها حلو قوي وريحتها وطعمها بصراحة حاجة كده لا تقاوم.